حياكم الله وأهلا بكم من جديد. لعل الأغلب إن لم يكن الجميع قد عاش تأثيرات وتداعيات توقف النبض الرقمي لكثير من منصات التواصل في العالم الافتراضي والتي بدورها أربكت العالم الواقعي. نتحدث هنا عن تعطل في خدمات منصات فيسبوك، واتساب، إنستغرام، كما أن هناك من شكى من تعطل وخلل أو تأخر في خدمات كثير من المنصات الأخرى غير المرتبطة مثل تويتر وسناب شات وغيرها من التطبيقات. خلونا نشوف هذا التقرير بالبداية ثم نعود لفتح هذا الملف مع ضيفي في الاستوديو. ليلة أمس كانت استثنائية للكثير حول العالم، فلا رسائل واتساب دوت تنبيهاتها، ولا صفحات فيسبوك تناقش أحداث وقضايا، ولا صور وفيديوهات متنوعة غزت الانستغرام، وذلك بعدما ضرب عطل عام هذه التطبيقات وغيرها مما حال دون استخدامها، حيث لاحظ العدد من المستخدمين حول العالم خللاً ولم يتمكنوا من إرسال وتبادل الرسائل والمقاطع الصوتية والصور والفيديوهات قبل أن تعود تطبيقات التواصل الشهيرة للعمل بشكل تدريجي صباح الثلاثاء بعد توقف لأكثر من 6 ساعات. وحسب بلومبيرغ فإن خسائر مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ بلغت 7 مليارات دولار، والذي بررته بأنه ناجم عن تغير خاطئ في إعدادات الخوادم. ليلة الرابع من أكتوبر أكدت بما لا يدع مجالا للشك مدى تعلق كثير من الناس بهذه التطبيقات وانكبابهم على استخدامها بالساعات الطويلة للتواصل وحتى لأداء الأعمال. فهل تدق هذه الحادثة جرسا بأهمية إعادة صياغة حياتنا الرقمية والتي أدخلت البعض منا نفقا من الهوس والإدمان يصعب الخروج منه؟ هذه يمكن كان ملخص لحالة الأمس التي عشناها كلها ويمكن عاشها العالم، واللي تسببت في حالة من الإرباك للكثير من الناس، كون أنها أصبحت جزء من الحياة اليومية. استضيف معي المهندس فهد الدريبي المختص في الأمن السبراني للحديث أكثر والتفصيل حول هذا الموضوع. حياك الله معنا مهندس فهد، شكرا لقبول الدعوة وحضورك. الله يحييك سلمك، شكرا لك. الله يحييك. خلينا أبدأ بالسؤال العام اللي كل الناس تطرح يمكن أمس إلى اليوم، وأعتقد السؤال هذا بيستمر. ما الذي حدث يوم أمس؟ شركات عملاقة تمتلك كل هذا الدعم التقني وتصير هذه العملية المفاجئة حقيقة. صح، اللي صار أمس صراحة كان جدا مستغرب وما كان متوقع، يعني خاصة لما نتكلم عن شركة مثل فيسبوك حجمها يعتبر من أضخم الشركات الأمريكية، الشركات حول العالم يعني، وعندها 3 منصات أساسية، يعني الفيسبوك نفسها كمنصة، والواتساب، والإنستغرام اللي تعتبر أكثر برضو منصات استخدام في التواصل الاجتماعي. اللي حصل طبعا في البداية كان في تكهنات، لكن تكهنات قريبة للواقع بحكم حجم الحادثة، وبعد كذا فيسبوك وضحت أنها كانت خطأ في إعدادات عندهم للموجهات الرئيسية اللي هو بالراوترز الأساسية، والراوترز الضخمة اللي تربط شبكات فيسبوك مع العالم الخارجي. اشرح لي بس عشان نبسطها للناس، وش يقصدون بهذا العطل؟ كيف هذا العطل تسلل من 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 هذه الأجهزة إلى كامل الشبكة؟ طبعا احنا لو نرجع سنوات القديمة في بداية عصر الانترنت، كانت الربط خلنا نقول زي ربط مباشر، يعني حتى مثلا التلفونات السابقة كانت جهاز مع جهاز آخر في توصيل خط، لكن هذا بين انه ما ينفع للانترنت بتوسعها بتوزع مناطقها. فبروتوكول اللي كانت تعتمد عليه او اللي تعتمد عليه الان تناقلات الانترنت العالميه اسمه BGP، البروتوكول هذا هو اللي يحدد انت كيف تصل لشركه معينه، خاصه الشركات الضخمه او الدول. ففيسبوك طبعا بضخامتها عندها البروتوكول هذا وتستخدمه بشكل مكثف، لان يعني عندها مراكز بيانات اللي هو داتا سنترز حول العالم، فعلى اساس تقدر تنقل بياناتها بين المراكز، والزوار اللي يزورونها يروحون مثل ما نقول احنا لاقرب مكان، ما يحتاج انه يروح دائما لامريكا، يروح اقرب مركز بيانات له، يعتمدون على البروتوكول هذا. فلما
أخطأوا في الإعدادات هنا. يمكن السؤال اللي يمكن نحتاج نسأله ننتظر إجابة فيسبوك، إن كيف شركة بهالحجم تخطئ في إعدادات مثل البروتوكول يعني. إيه؟ هذا طبعا إلى الآن فيسبوك ما صرحت عنه، لكن لما أخطأوا في الإعدادات هذه تلخبطت البروتوكول، ما حد قادر يوصلهم، ولا حتى المراكز اللي هم حاطينها تعتبر مراكز احتياطية المفروض تكون باك اب، يعني في حال تعطل المركز الأساسي يشتغل المركز الثاني، تعطل البروتوكول هذا يوقف الوصول لجميع المراكز. يعني حتى الباك اب ما كان لهم قدره الوصول له. صحيح. خلينا نسميها الانظمه الثانويه اذا جاز بالضبط، او الاحتياطيه. او الاحتياطيه، يعني انت نظامك الرئيسي وقف ونظامك الاحتياطي ما انت قادر توصل له. البروتوكول هذا اللي نتكلم عنه اليوم مهندس فهد، من يضع هذا البروتوكول؟ من يراقب هذا البروتوكول؟ من يتأكد أنه هذا البروتوكول يطبق بشكل سليم؟ طبعاً البروتوكول لا مركزي. كل شركة أو كل مثلاً جهة عندها عناوين إنترنت بحجم ضخم غالباً تستخدم البروتوكول هذا لإعداد شبكتها، أو يعني وضع مخطط شبكتها على الإنترنت بحيث الناس يوصلون لها. فكل شركة أو كل منظمة أو كذا تجي تدير البروتوكول حقها الخاص فيها، وتتناقل المعلومات مع الأجهزة الأخرى أو الشبكات الأخرى، تبين لهم إذا أنت تبغى توصل لي هذه القائمة العناوين، أو هذه خلنا نقول خلنا نعتبرها زي شبكة طرق. أنت ممكن تعطي واحد تقول والله أنا عندي أكثر من فرع مثلاً في الدولة، إذا تبغى توصلني هذه الشوارع اللي تقدر توصلني منها، فإذا أنا أعطيتك معلومات خاطئة أو أخفيت عنك المعلومات أنت ما راح تقدر توصلني ولا أي من فروعي. تقنيا هم قالوا حسب حديث فيسبوك أو تصريحهم أنه تعديل خاطئ في الإعدادات والخوادم. تقنيا في حال صار تعديل خاطئ في الإعدادات والخوادم، هل يؤدي لهذه النتيجة؟ صحيح، أحيانا حتى ممكن تكون كارثية أكثر. البروتوكول طبعا قديم وما كان منشأ بحماية، يعني عام 94 إذا ما خانتني الذاكرة البروتوكول أسس وبدأ في الاستخدام، فذاك الوقت ما كان في اهتمام كبير بالسكيورتي أو السايبر سكيورتي أو الأمن السبراني اللي احنا مهتمين فيه الآن. فحصلت حوادث حتى في السنوات الماضية، مثلا مرة في الصين يزعمون أو هذا اللي ذكروا أنه خطأ في إعدادات، أخذوا معلومات حقت شركات أخرى أو دول أخرى، فبدل ما المعلومات مثلا أنا فرضا أبغى أتواصل مع خادم في أمريكا، أصبح الطلب يتوجه إلى الصين. فهذا أحد الحوادث، والحوادث المتكررة يعني بعضها مقصود وبعضها فعلا بالخطأ. بعض اللي يرسلون الدعايات الإعلانات هذه يتعمدون يسمونها بي جي بي هاي جاكينج، او سرقه البروتوكول بي جي بي هذا. يعني ممكن يهكر البروتوكول نفسه. ممكن. يس. في تقنيات حمايه، في تقنيه اللي هو اسمها ار بي كي اي. ار بي كي اي هذا المفروض اذا اللي ملاك الاعدادات او اللي هو الاي اس نمبرز هذه او الاي اس بلوكس، اذا عندهم بلوكس وطبقوا البروتوكول يستطيعون نوعا ما يحمون سرقه الترافيك حق او المعلومات اللي جايه لهم، لكن نسبه التطبيق قليله جدا حول العالم. طيب لنفترض فرضا ولو انه ما في شيء رسمي انه هذا البروتوكول او حتى هذه الانظمه تم اختراقها او تهكيرها زي ما يسميها البعض، وش إمكانية أنه تكون المعلومات اللي موجودة في خوادم فيسبوك متاحة ويمكن استخدامها أو تسريبها أو الحصول عليها أو حتى الوصول للمستخدمين نفسهم اللي موجودة معلومات؟ أوكي. طبعا نحتاج مثلا نتخيل البروتوكول هذا مثل ما ذكرتك المثال زي شبكة الشوارع، شبكة الطرق، والخوادم اللي فيها البيانات نقول مثلا محلات أو منازل. فأنا ممكن أتعدى على مثلا خريطة جوجل مثلا وأعطيك معلومات خاطئة، ما أوصلك للعنوان اللي أنت بتوصل، أوصلك عنوان آخر، لكن مو معناها أني قدرت أوصل مثلا للبيت أو للشركة وأسرق معلوماتها أو كذا. فالبروتوكول لما مثلا هو ما يعتبر اختراق لأنه فعلا يسمى هاي جاك أو استيلاء مثلا مؤقت عليه. فالتلاعب في البروتوكول هذا ممكن يقطع الخدمة، ممكن يوجه كل مكان آخر، فأنا أشوفك وانت مار، إذا في بيانات أنت قاعد تمررها غير مشفرة أنا ممكن أشوفها واستولي عليها، لكن بياناتك اللي في قاعدة البيانات عندك، موقعك، البنك وما إلى ذلك، أنا يعني من الصعب أنك لا والله خليني أتراجع شوي، مو من الصعب بس بشكل عام ما يؤدي للاختراق. لكن في أساليب أخرى ممكن أنا أحولك لأماكن أخرى وأعرضك مثلا موقع كأنه إيهاب للبنك، لكن بظروف معينة. صحيح. طيب الناس كانت تسأل أمس
غالبنا اليوم، يمكن أنا وأنت وغالب اللي موجودين اليوم واللي يشاهدونا، إذا ما كانت 100% من معلوماتك الشخصية موجودة بهاتفك، فعلى الأقل تقدير المعلومات الرئيسية السرية لك، خصوصا اللي تتعلق بياناتك الخاصة، أرقامك البنكية، حساباتك. وكان السؤال المطروح، هذا النوع من العطل أو هذا النوع من الخطأ اللي تم حسب فيسبوك، هل ممكن أنه مستقبلاً أصحى الصباح وألقى كل بياناتي وحساباتي وأرقامي اختفت أو تم الاستيلاء عليها؟ المفترض لا. مثل يعني العطل هذا ممكن يخليك تنقطع عن الخدمة، أنت ما تقدر توصل للبنك مثلا، ما تقدر تتواصل مع أهلك، ما تقدر تتواصل لا سمح الله مثلا مع المستشفى تطلب إسعاف وما إلى ذلك، إذا كان نعتمد فقط على الإنترنت وما كان مثلا في بدائل. مثلا الآن في بدائل هو الاتصال العادي، يعني ممكن تتصل عليك أو استخدم الهاتف الثابت. لكن الاختراق فيها خلنا نقول مراحل تعقيد أكثر. أنا ممكن لما أغير الترافيك مثل ما ذكرت لك المثال، أوجه كل مكان آخر، فإذا جوالك مثلا أو الهاتف عندك هو جالس يتواصل في الخلفية ومن الشركة وفجأة نقلت لمكان آخر، إذا البروتوكول المطبق للتواصل مو بقاعد يستخدم تقنيات تشفير، فما راح يفرق بين الخادم الأصلي والخادم المزيف. لكن في تقنية تشفير اللي هو زي الشهادات الإلكترونية هذه نوعا ما تحمي الهوية، فإذا في صار تغير الهاتف الآن يقول أنا المفروض أتواصل مع خوادم جوجل، المفروض عندهم الشهادة الرقمية الفلانية، إذا نقلتك الخادم آخر وما في الشهادة الهاتف حيتوقف، ما يطلب تأكيد من الطرف الآخر عشان يعطيه المعلومات. صحيح. هذه يس. السؤال الأكبر الآن، إحنا معروف أنه يمكن حتى من فترة قليلة حصلنا على مراكز متقدمة فيما يتعلق بالجوانب الرقمية وتطور البنية التحتية الموجودة في السعودية على مستوى مجموعة العشرين وبالتالي على مستوى العالم. صحيح. كذلك الإجراءات عندنا فيما يتعلق بالأمن السبراني عالية جدا. سؤالي، هل نمتلك اليوم جدار أمان فيما يتعلق في مثل هذه المشكلات أو مثل هذا التعطل، حماية للبيانات من قبل الأمن السبراني اللي موجود؟ هل كافة أنظمتنا تعمل وفق ذلك ولديها الأنظمة والأمان السبراني الكافي؟ لما نتكلم عن الأمن السبراني، مصطلح أو مفهوم الأمان الكامل للأسف غير موجود. مهما حاولت تحمي أنظمتك، مهما وضعت من أنظمة وقوانين، ستوجد ثغرات. ثغرات تقنية أو وعي. ثغرات وعي. فهذه تعتبر تحدي كبير، مو فقط عندنا في السعودية، في جميع دول العالم، ربما حتى الدول الرائدة زي أمريكا وروسيا تعاني من هذه كذلك بشكل كبير، لأن عندها كذلك اعتمادية كبيرة. توجهنا للتقنية الرقمية، ولله الحمد اللي مثل ما ذكرت أنت، احنا ولله الحمد من الدول الرائدة الآن في المجال هذا، بيزيد علينا الصعوبات والتحديات. ولله الحمد الدولة متوجهة بشكل سريع حتى في على الجانبين، أنا قاعد أطور نفسي في التقنيات الرقمية وفي نفس الوقت قاعد أطور نفسي في الحماية. هيئة الأمن السبراني يعني أصدرت قواعد وتنظيمات تحمي، ومؤخرا شفنا مثلا نظام حماية البيانات الشخصية اللي صدر من سدايا كذلك. كلهم هدفهم أني أنا صحيح عندي التقنية الآن بدأت أستفيد منها، أحتاج أحمي هذه التقنية وما خليها تكون ضدي تكون معي. جي. مهندس فهد، اليوم كان هناك جلسة يمكن انتهت قبل قليل. صحيح. جلسة استماع من الكونغرس الأمريكي مع موظفة مستقيلة من شركة فيسبوك تدعى فرانسيس هوغن لتقديم ما لديهم مستندات تدين الشركة. ما هي المستندات اللي تحدث عنها واللي كثر الحديث عنها؟ طبعا فرانسيس موضوعها مو بجديد، له فترة. صحيح. بس ليش طرى الموضوع هذا الآن؟ وهل بالفعل هناك ممارسات غير أخلاقية تقوم فيها فيسبوك اليوم؟ صحيح، وهذا هي اللي ذكرتها فرانسيس في جلستها اليوم، كانت جلستها مع السيناترز أو مجلس الشيوخ أعتقد الأمريكي، فطبعا طرحوا عليها عدة أسئلة، وكانت تبين أن الخطر اللي فعلا من الشركات الضخمة وزي فيسبوك، وتكلمت عن فيسبوك خاصة بحكم عملها فيها، ذكرت جزئية هامة جدا، أن الشركة همها الأول والأخير هو الربح. فأحد الأمثلة اللي ذكرتها قالت لو كانت الشركة عندها خيارين، واحد منهم سيء لكن بيحقق لها 1% ربح،
والخيار الآخر إنه يحمي مستخدمينها ويحمي المواطنين تختار 1% الربح على خيار الحماية. وركزت على جزئية اللي هو الأطفال خاصة ما دون سن 13، مع أن هذول ممنوع أنهم يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، لكن في مستخدمين وتحدثوا عن كان أحد الأشياء اللي نشرتها ما يقارب ب 600 ألف حساب تم حذفها مؤخرا. الصغار سن أقل من سن 13، وكانت فيسبوك على علم بوجود هذول مستخدمهم المنصة مع أنه مخالف للقوانين. وتحدثت عن مواضيع كثيرة اللي هو كيف المنصة أنها خاصة مثلا في إنستغرام، كيف ذكرت كيف إنستغرام جالس يحاول يجذب المستخدمين خاصة الفتيات ويصور لهم أشياء أن هذه هذه المفروض خاصة مثلا في الحميات الغذائية والشكل كجسم وجمال وما إلى ذلك على حساب مصلحتهم. وكانت تتحدث عن تقارير الشركة تعملها وتثبت أن كثير من المستخدمين مثلا إنستغرام مستائين من نفسهم ومن حالتهم، ومع ذلك عندهم نوع من الإدمان في استخدام إنستغرام. ظهرها حسن بس بطنها عذاب. بالضبط. ومع ذلك يعني كانت يعني ليش سمع اعتبره ويسل بلور أنها الشركة على علم بالجوانب السيئة هذه لكن تجاهلتها بهدف المصلحة الربحية. الجزء الثاني، البيت الأبيض وصف تسريبات فيسبوك بأنها تظهر أن شركات التواصل الاجتماعي لديها قوة لا يمكن السيطرة عليها. أنا صراحة استوقفتني كلمة قوة لا يمكن السيطرة عليها، ودي تشرح لي برايك وش القوة اللي يقصدها البيت الأبيض هنا اليوم لما يتكلم عن منصات التواصل الاجتماعي، وليش يشير البيت الأبيض إلى أن هناك قوة لا يمكن السيطرة عليها؟ والسؤال الأهم، إذا كان في قوة لا يمكن السيطرة عليها ليش تركين الموضوع؟ طبعا عارفين امريكا والدستور عندهم يحمي الحرية الشخصية وحرية التعبير عن الرأي وما الى ذلك، فهذه احد الاسس اللي كثير من منصات التواصل الاجتماعي اللي ناشئة في امريكا تعتمد عليها انها تبرر انها تسمح للجميع يقول رأيه مهما كان. الموضوع كان يعني وضح الخطر منه ممكن في حملة الانتخابات الامريكية لما فاز دونالد ترامب، كيف اكتشف ان في حملات كانت مخفيه تدار حسب اتهامات امريكا انها تدار من روسيا لتغيير راي المجتمع. بولايه الاخيره انت تقصد ترامب؟ اي لا، في الاولى اللي فاز فيها الاولى. اي انهم كيف عدلوا راي الناس، صاروا يعرضون اعلانات يعرضون مواد استطاعت خداع شبكة فيسبوك نفسها، أو فيسبوك كانت تنظر للربح ما كانت تركز على الرسائل المبطنة اللي تكون فيها الرسائل، فكيف استغلت الشبكة هذه لتغيير آراء الناس. ونجاح ترامب يربط بشكل كبير المنصات زي فيسبوك وتويتر، فبدأت الحكومة الأمريكية تشدد، يعني صحيح احنا معطينكم حرية لكن نبغى تشديد في في فيما يخص اللي هو الرأي والرأي الآخر. بعض المنصات التواصل الاجتماعي تتلاعب في البيانات هذه ببساطة. أنت مثلا ممكن تصرح تصريح، أنا صرح تصريح معارض بس بحكم أني أنا مثلا الفيسبوك مصلحة من تصريحي يخلون بس تصريحي هو اللي يعرض لشريحة أكبر من الناس، أنت ممكن تصريحك يعرض المقربين لك أو مجموعة معينة لكن يخلون النسبة. كيف تثبتها عليهم صعبة إذا ما كنت أنت مطلع على خوارزميات الشركة وكيف فعلا تصعد من بعض الكتابات وتخفض من أخرى. فبعض المنصات مثل تويتر بدأت تشدد، حتى لو لاحظنا مثلا تويتر أوقفت حساب بدونالد ترامب نفسه. فآخر تصريح البيت الأبيض أنه لما تركنا الحبل على الغارب وتوقعنا أن مواقع يتحسن الأمر ما تحسن أنها تدير نفسها بشكل صحيح، اكتشفنا عكس ذلك. فربما نرى مستقبلا تشديد من الحكومة الأمريكية على المنصات هذه ووضع قيود لها. احنا مع كل أزمة مهندس فهد نرجع نتكلم عن هالموضوع اللي بقوله لك، وفي دول تطبق هالشيء سواء في آسيا أو أوروبا وغيرها، لا يمكن أوروبا قليل بس آسيا تحديدا، أنه يكون عندنا تطبيقاتنا الخاصة اللي مطورة هنا اللي تم تطويرها هنا تمتلكها شركات سعودية. هل من السهل أن نتحدث عن تطبيق ويكون منافس لتطبيقات بهالحجم وينجح بهالقدرة ويكون مستوعب لكل البيانات هذه؟
إنشاء تطبيق أو منصة تواصل مهما كان نوعها سهل، يعني كل ما تحتاج برنامج وخوادم وما إلى ذلك، يعني مشروع تنفذه. لكن التحدي مو هنا، التحدي كيف تخلي هذا ناجح، كيف يلبي حاجة الناس. وأقرب مثال نشوف مثلا شركة جوجل. جوجل من زمان وهي تحاول تنافس الواتساب، من أول ما ظهر واتساب على الساحة وبدأ يستقطب العدد الكبير من الناس، جوجل حاولت، أصدرت عدة برامج، جوجل توت، جوجل هانج أوتس وغيرها، ومع ذلك فاشلة في كل واحد منهم، مع أن جوجل تعتبر شركة من أضخم الشركات وأكثرها تطور في التقنية. فالحل هذا مو سهل. الصين مثلا ممكن كمثال اللي ضربت انت في شرق آسيا، الصين نجد انها وضعت تطبيقات ونجحت عندها، لكن السبب النجاح قرار حكومي، قرار حكومي الزامي، انت ما عندك حلول اخرى، انت مضطر تستخدم هذه. وفي حجب ايضا، وفي حجب فما في بدائل. بالنسبه لحجم دوله زي الصين تقدر تقول كانها قاره، يعني انت ممكن تسوي هي عدد مستخدمين وعندهم اصلا الصين كدوله انعزاليه على العالم الاخر، ومع ذلك في تحديات. يعني ممكن اللي سافر للصين كسائح يشوف مستوى التحديات، انك حتى مثلا بطاقتك البنك ما تشتغل، جوالك ما يشتغل. ففعلا ممكن انعزاليين في السوشيال ميديا، بس ما شاء الله هم موجودين بكل مكان. يعني اخيرا بس باختصار اذا تكرمت، باختصار شديد جدا، هل هناك تطبيقات اخرى بديله يمكن للشخص استخدامها في حال لا قدر الله حدثت ازمه مشابهه باختصار؟ طبعا في، انا ممكن من اكثر البرامج اللي انا اقول الناس يستخدمونها اللي هو تطبيق سيجنال. صحيح انه اجنبي كذلك مو وطني، لكن بديل، يعني وضح اهميته لما الواتساب تعطل اصبحنا نستخدم سيجنال للتواصل مع الناس، فضروري الجميع يكون عنده بدائل. شكرا لك لكل هذه المعلومات والايضاحات المهندس فهد الدريبي المختص في الامن السبراني، شكرا جزيلا لك. اهم شيء ما يكون معنا ملفات يشيل اوراقنا ونحجزها اول. شكرا جزيلا مهندس فهد الدريبي المختص في الامن السبراني. بعد الفاصل انا عوده.